مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. كما تعرفوا مونجي شابي معناها في مشكلة كبيرة تعركوا عليه أخوه وعلى قدم به معناها شكاية وتنجم فيها معناها ثم إمكانية أنه مش يدخل الحبس خاطر عليه عنده أدلة وعنده زوج وعنده فيديوهات موثقين أنه مونجي يهدد فيهم وأنتم ما تعرفوا باقي الحكاية. لكن اليوم مونجي شابي يرجع لأخوه عليه والحكاية نوعا ما مش تكبر. شوفوا شنو كتب في تصريح مونجي شابي في مثل هذا التوقيت غدا: قسما برب العزة لو عاقبنك عقابا قاسيا جدا وسبكيك بكاء ليس كدموع التماسيح التي ذرفتها لتغطي على كذبة السرطان والتلاعب بمشاعر الملايين، بلغني كل ما تروجه عني وعن ابنتي في الخفاء من ترهات وقلت لا ضررا كلب ينبح. هذه كانت رسالة مونجي شابي الخوه علي، وكما قال البعض انتقدوا مونجي شابي كما أكدنا أنه مش يخسر أخوه عبد الرزاق وخوه علي بتصريحاته وذية، وربي قدم خير، نتمنون الخير وربي يديم بقى لمسة. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.